المقصود هنا توقف العقد ماشي الانهاء ديالو، اي ان العلاقه العماليه كتبقى مستمره بلا ما يكون الاجير خدام. واذا رجعنا للماده 32 من مدونات الشغل غادي نلقاو ان عقد الشغل كيتوقف في هذه الحالات. منين كيتغيب الاجير بسبب مرض او حادثه تم المعاينه ديالها من الطبيب، الفتره اللي كتسبق او كتجي من بعد الولاده، فترات العجز المؤقت ديال الاجير الناتج على حادثه شغل او مرض مهني، فترة ديال رخص التغيب بسبب احداث عائليه واللي مسموح بها في قانون في القانون الاجير، بحال في الزواج، الوفاه، الختانه، عمليه جراحيه، امتحان غادي يدوزوا الاجير، في المشاركه في تدريب وطني او مباراه رسميه دوليه او وطنيه. للتذكير هذه الحالات هذه الاجير خصو يقدم الاوراق اللي كتثبت هذه الاحداث. كذلك كاين مده الاضراب حتى هي كيتوقف فيها عقد الشغل، المده ديال الاغلاق كذلك القانوني ديال المؤسسه بصفه مؤقته. هذا الشيء سبقنا تكلمنا عليه كيخص الاجراء اللي عندهم عقود غير محدده المده سي دي اي، اما اللي عندهم عقود شغل محدده المده فالعقد ديالهم في جميع الحالات كيتسالى منين كيوصل الاجل ديالو.